احنا ممكن نشهرها بس بطريقه تانية. ازاي يا ريتاش؟ بالاشاعات. لا، اكتر حاجتين بيضايقوا الفنان ان حد يخترق خصوصيته والتسلخات في الحر. ده احنا عمالين بنلم فيكي من كل حته وانت تقولي لا. طب خلاص، لو هنعمل اشاعات نعملها زي ما بيقول الكتاب، ابقى صفحه اولى في كل الجرايد والمجلات، واهم حاجه السوشيال ميديا، الفيسبوك والانستجرام والتويتر والميكروويف. اسمعوا معايا كده الخبر ده. ماشي. القبض على شبكه الاداب التي تديرها الفنانه دموع الشحات، وجه الملاك وعقل الشيطان، والنعمه خبر ينزل يكسر مصر. ونحط لها صورة جنب الخبر ده مركبين وشها على فورمة محمد إمام وهو قالع. دي تكسر مصر يا جماعة. لا طبعاً مش حلو. إيه ده؟ إيه الحد والغل والنفسية اللي طفحين على وشك دول؟ بيقولك هيكسر مصر. خلاص أخدك معايا في الشبكة وركب جسمك على صورة محمد رمضان. يا غبية، الناس كده ممكن تكرهك وما يخشوش الفيلم. افهمي بقى شوية. لو إيدك اتمدت عليا المرة الجاية هاكلها. يا جماعة اهدوا شوية، مش هنتخانق عشان إشاعة. خلاص تعالوا نعمل إشاعة تانية خالص. نعمل إشاعة مثلاً عن الزواج. نقول زواج الفنانة دموع الشحات من الفنان كريستيانو رونالدو. تعالي اختلي مسرع الجواز. انت كريستيانو رونالدو ايه؟ هو هيشوفها فين ان شاء الله؟ مش مشكلة، شافها فين دي ممكن نفبرك خبر تاني. يعني مثلا نقول خلال زيارة النجم الكبير للقاهرة، قد زار النجم الكبير الأهرامات وتفقد معالمها، وزار القلعة وتفقد معالمها. يا لهوي، وانا هعمل لها حته دعوه فرح مصر كلها تحكي عنها. يتشرف الحاج ابراهيم رونالدو والحاج رزق الشحات بدعوه سيادتكم الى فرح نجل الاول كريستيانو ابراهيم رونالدو وكريمه الثاني دموع رزق الشحات، وذلك في يوم الاحد 9 مساء بقاعه سانتياغو برنابيو بشبرا الخيمه. لا 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 يا جماعه، اشاعه الجواز دي كفته. أنا عندي إشاعة لوز العنب. إيه يا ريتاش؟ أنباء عن إدمان الفنانة دموع ومشاهدتها في إحدى الملاهي الليلية. أنت عبيطة يا بت يا ريتاش ولا إيه؟ أقسم بالله لو عملت كده أذبحها وأنط في النيل. يا جماعة دموع كده كده مش معروفة، فتطلع لها في كام برنامج تقعد تعيط لها شوية فهتصعب على الناس، فهتبقى حديث الساعة. صح يا تكتكة. سيدة شحات. فخر يا شحات. بكرة عندك مهمة كبيرة قوي ولازم تعملها. هتروح عند اختك دموع اللوكيشن بتاع الفيلم بتاعها، تنقي كده كام عيل كومبارس تلبسهم عساكر. في الوقت ده هكون انا موجود في الاكسسوار، هجهز بقى من نومي اكياس الحشيش اللي هي جواها عجوه دي، ونفرك عليها ريفو كده عشان تبقى الظبطيه كامله. تاني يوم الصبح لما يجوا العيال دول يقبضوا عليها وهي نازله وعماله تقول بريئه بريئه حريقه حريقه، نكون احنا بنصور من الناحيه الثانيه بموبايلاتنا. بعد ما يخلص المشهد ده نرفع على اليوتيوب بعون الله مصر كلها هتشمت فينا. بقول لكم ايه يا جماعه، ما بلاش بقى فكره المخدرات والبنج والكلام ده كله، خليني في الجواز احلى. ايه رايكم زواج الفنانه دموع الشحات من زاروك؟ لا بس مش هتتصدق زاروك دي، لو زادوج ممكن تتصدق. فكر. بقول لكم ايه، في صحه الشهره. في صحه الشهره.